مش عمري تجريسيت. مرة واحدة شحال هادي كانت عندي شي 17 عام ولا 18 عام، خارجة من الدار ويلا شري التليفون الكاتيل، فرحانة بالكاتيل. وقف عليا واحد قال لي وانا دايره في الجيب ديال السروال وكيبان، عرفتي الكاتيل كان كبير، ويقول لي واش بدل لي موس؟ قال لها تحطي داك التليفون. لا داك الساعات باقا ما كاين لا نجاح، دابا غادري ويش داك الساعات ما كنغني ما كيعرفني حد. قلت له هاك اخويا هاد التليفون وخليني نمشي بخير وعلى خير. وبقى تيضحك زعما ما تكريش زعما ما كلش العصا الحمد لله.